السلام عليكم وصبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير. شلونكم؟ يا رب تكونون طيبين. أبشركم، ضروسي تكسرت. أكيد مخكم راح بعيد، كل واحد يفكر بشيء. أي والله، من تقاعد وأنا ضروسي كل ما تمت تكسروا وطاحوا. إيش قصتهم؟ ما أدري شنو ارتباطهم بالتقاعد، لا أعلم. كنت لين قبل التقاعد شحلاتي ومثل اللولو بحلجي ضروسي، اللهم لك الحمد. توا أمس أهو أنا الحين شنو اللي قاعد يصير؟ يعني لما أكل تشيبس ولا أكل شغلة طق طاح مع الشيبسة وطاح مع، يعني أحس بحلجي شيء يابس أطلع ولا ضرس، صار حتى ما أحس فيهم. أبي عاد انكسر من يومين نص الضرس، هذا أخو متهلهل من زمان، والدكاترة خل نحافظ على الجنين. لا نشيله، لا خليه جمالي ما جمالي، خلينا نلبسه وخطط. ما يدرون ان تك طاح نص كذي، وانا كنت اتريق ذاك اليوم، وصار نص اللي يعني اللي من برا قاعد شكله، والنص المكسور من داخل. عاد امس الصبح كذي البلساني قاعدة أحس بالضرس، ولا كنا ناشرين من شار، يعني في خط كذي قطعي ياي بالعرض، قلت لا بيطيح، فقعدت أدزه شوي شوي بلساني كان يطيح بيدي مسكين. صار الحين مساع أضحك أطالع مني فتحة ومني فتحة، فلا تضحكون علي لما تسمعون